قصيدة إيه معنونها بقصيدة الفجر. إيه طبعا هذه قصيدة بنادم على مقلب طبيعي مقصر صحيح، لكن التذكير حلو طبعا. يا سلام. فالقصيدة مترجمة حالها، أقول بسم الله أبدأ وابتدي بالعناوين، وابدع بشعري وانظم في ركاده، وانقى من بيوته من الحين للحين واليوم، طير الشعر ناوي هداده، الشعر حكمه والمعاني براهين، والجزل ما يصعب علينا مفاده. لكن عسى الله يرحم الحال ويعين، من وضع شفته شايعنا بازدياده، من وضعنا معذور لو تدمع العين، وشلون نطمح للرقي والرياده، وحنا بدنيانا وبالعمر لاهين، دنيا مصيره للفناء والإبادة، عن ديننا ودروبها السمح غادين، وتسادنا جاها خمول وبلادة، للمصلحة جينا أعجال نملبين، نطرد ونلبس من حللها قلادة، ناسين يوم العرض يوم الموازين، يومن به الزارع يلاقي حصاده، لو ينعطى من يهمل الفرض ضعفين راتب ويدبر راتبه للزيادة، تلقاها الأول في صفوف المصلين، وتشوف حرصه للنداء والعبادة، الفجر ينعي فقدكم يا مصلين، يا من حرصتوا للعمل والشهادة، الفجر ينعي فقدكم يا مصلين، يا من حرصتوا للعمل والشهادة، الصبح يصحى للمدارس ملايين، وقت العمل كل يزيح الوسادة، خوف من التأخير تصحون عجلين، وضع المنبه للعمل صار عادة. إلى متى يا ناس غفلة وساهين، ولا متى الغفلة يطور رقادة، شدوا هممكم لا تقولون بعدين تبع الهوى والنفس ذل ونكادة، والرابح اللي يكسب الكسب كسبين، حرصا على فرضه ويعسف جواده، لا خير في دنيا خذتنا عن الدين، والدين هو سر الفلاح وعتاده، من صد عن دينه يذوق الأمرين، والهم يصطيبها ويحرق فواده، ويذوق جور الوقت ويعيش نارين، يحرم من الراحة وطيب السعادة. وآخر قصيدي الرجال الميامين، وارجي عسى شعري يعم الإفادة، الشعر حكمة والمعاني براهين، والجزل ما يصعب علينا مفادة. سلام. الله حافظ. الله أنكم صحة الدار. أي والله.